مساء الفل عليك يا يحيى وعلى ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، من استاد الجيش المصري ببرج العرب وكواليس واخبار فاركو والجونه في الجوله الخامسه من مباريات دوري نايل 2023 2024. نادي فاركو واللي يعني بيعيش حاله من الانتعاشه بعد الفوز في الاسبوع الماضي امام الاسماعيلي في اخر اللحظات. يمكن الكابتن خالد جلال خلال الفتره اللي فاتت كان بيجهز اللاعبين نفسيا، وده اللي ظهر على اداء اللاعبين في مباراه الاسماعيلي. هو واحد من المدربين اللي بيتعاملوا نفسيا كويس جدا مع لاعبيه، يمكن طالب اللاعبين بمحو ونسيان النتائج السيئه اللي كانت في بدايه الدوري. يمكن الكابتن خالد جلال ايضا طالب اداره نادي فاركو بعد الفوز الغالي جدا على الاسماعيلي في الاسبوع الماضي بضروره صرف مكافاه عاجله للفريق، وهو ما تم يعني الاستجابه ليه من اداره نادي فاركو. يمكن هو قال للاعبين في ميرانو الاخير ضروره يعني طلبهم بضروره الفوز النهارده وتحقيق 3 نقاط، وقال لهم ان هو بيستهدف الوصول ل10 نقاط حتى التوقف القادم من بطولة الدوري. يمكن الفريق عنده غيابات النهاردة، عندنا رامي صبري اللي بيغيب عن الإصابة ومحمود البدري للاستبعاد الفني، عنده 3 تغييرات في التشكيل، أما شكر نجيب بدل البحراوي وعمر جمال بدل هينزل مكانه في تشكيل النهاردة أحمد شريف وياسين مرعي في مركز الظهير الأيسر بدلا من عزمي غوم. على الجانب الآخر والكابتن علاء عبد العال واللي يعني ريح فترة كبيرة جدا حوالي 22 يوم بعد تأجيل مباراته أمام النادي الأهلي. يمكن الفريق ظل في مدينة الجونة حتى يوم 25، خاض عدد كبير جدا من المباريات الودية أهمها أمام سفاجة وراس غارب ومكادي، وانتهت جمعها بفوز نادي الجونة بسكور كبير. يمكن الكابتن علاء عبد العال كان حريص خلال الفترة اللي فاتت أنه يعني يجهز اللاعبين ويوصل لأقصى درجات الانسجام مع التصحيح ومعالجة الأخطاء الفنية اللي وقع فيها عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة اللي فاتت. يمكن الفريق وصل القاهرة يوم 25، فضل يومين في القاهرة وبعدين سافر الفريق إلى هنا مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة. عندنا غيابات نادي الجونة في مباراة النهاردة، عندنا نور السيد بيغيب للإصابة. يمكن دي كواليسنا وأخبارنا من استاد الجيش المصري ببرج العرب. الآن العودة للاستوديو التحليلي والزميل العزيز يحيى حمزة.